أصل الحكاية. أصل الحكاية. أصل الحكاية. المثل بيقول لكل واحد من اسمه نصيب، فهل يا ترى البلدان والمدن نفس الشيء؟ تعالوا نطوف ونشوف، نتعرف ونتشرف. اليوم رح نتوجه إلى منطقة قريبة جداً منكم، نجران، وهي إحدى المناطق 13 للمملكة العربية السعودية، وتقع في جنوب غرب المملكة على الحدود مع اليمن. تبلغ مساحة منطقة نجران 360 ألف كيلومتر مربع، وعدد سكانها 620 ألف نسمة حسب إحصائيات عام 2008 ميلادي، وعاصمتها هي مدينة نجران. تشتهر نجران بالزراعة، وبها سد وادي نجران يلي يعد من أكبر السدود المقامة في السعودية، إذ تصل طاقته التخزينية لحوالي 85 مليون متر مكعب، ويكثر فيها النخيل. وأشهر أثار المنطقة الأخدودية، واللي ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة البروج، ولا تزال أثار الأخدود قائمة تبهر زوارها من محبي التاريخ والباحثين في طيات الأثار، كما أن جبال نجران وكثيرا من مواقعها التاريخية لا تزال بكرا تسخر بالكثير من المواقع الأثرية والنقوش المتنوعة المليئة بالرسوم. يقال أن نجران تعني الخشبة يلي بيدور عليها ريتاج الباب، ولربما يدل المعنى على أن المكان الأول يلي قصد السكان بهالمنطقة. كما يقال أن كلمة نجران تعني العطشان، وبإمكاننا أن نرى بهالمعنى أصل كلمة نجران، خاصة إذا عرفنا أنها كانت واحة لعدة قرون يلجأ إليها المسافر العطشان في شبه الجزيرة العربية. وفي رواية أخرى أن الاسم كان نسبة إلى نجران بن زيدان بن سبأ بن يجرب بن يعرب بن قحطان، لأنه أول من نزل وعمره. هيدي كانت حكاية نجران، والحلقة الجاية اسم جديد لبلد أو مدينة جديدة، تنعرف بكل رواية أصل الحكاية. مع تحياتي جاسي كرم والمخرج حسني أبو زهرة.